معالي أشهد أن أرحب بصاحب المعالي جومو كينياتا الرئيس الكيني. الكلمة الآن أيها السادة للرئيس الكيني جومو كينياتا. أصحاب المعالي، أصحاب المعالي، السيدات والسادة، إن إحدى الأمور الموضوعات التي كانت كينيا توليها أولوية خصوصا خلال العشر سنوات الماضية خلال ترأسها المجلس الأمن كانت هي الحفاظ على البيئة، فإننا إذ أولينا هذا الأمر هذه الأهمية فإن ذلك كان من منطلق إيماننا بأهمية هذا الموضوع. إن الدليل على هذا هو أمر هام. إن الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المعنية بمناخ الكوكب مؤخرا قد وصلت إلى أن نتيجة مفادها أن كارثة باتت تحيق بكوكب الأرض. علينا جميعا أن نواجهها، علينا أن ننفذ كافة الالتزامات الجريئة والتي قطعنا على أنفسنا عهدا أن نقوم بتنفيذها. علينا أن نحافظ على استمرار الكوكب للأجيال القادمة. إن تغير المناخ يمثل تهديدا داهما لدولة كينيا. في كينيا إن الظواهر المناخية المتغيرة بصورة شديدة تراوحت بين الجفاف الشديد وبين الفيضانات أصبحت أمرا يهدد سلامة مواطني كينيا ويهددون الاقتصاد فيها وهذه الظواهر بالطبع باتت تؤدي أيضا إلى صراع بين مواطني كينيا وبين أفراد الشعب الكيني وتنافسا غير محمود على الإطلاق. ومن هذا المنطلق فإننا قد وضعنا موضع تنفيذ خطة وأطلقنا خطة للحفاظ على البيئة تشمل الحفاظ على الغابات والحفاظ على الموارد المائية وذلك من أجل الحفاظ على تنمية مستدامة للاقتصاد والحفاظ على غطاء أخضر للبيئة. وكما تعلمون فإن دولة كينيا تعتمد اعتمادا كبيرا وتعول اعتمادا كبيرا بصورة كبيرة على الزراعة وعلى الغابات وهي أيضا موطن لأكبر محطات توليد الطاقة. الطاقة الكهربائية التي تستخدمها كينيا حاليا تأتي من مصادر متجددة وغير تقليدية. وكما تستطيعون أن تروا أيها السيدات والسادة فإن كينيا قد أصبحت توفي بنصيبها كاملا في نحو مواجهة تغير المناخ بالتكيف البيئي عن طريق استخدام مصادر طاقة جديدة ومتجددة ومن ثم فإن كينيا تأمل أن يستطيع المؤتمر 26 للأطراف الإطارية هذا المؤتمر أن يفي بما قطعه المشاركون فيه من قبل على من تعهدات. ومن ثم علينا أولا أن نفي جميعا بالتزاماتنا لخفض انبعاثات الكربون والانبعاثات الضارة وذلك في الوقت الذي نقوم فيه بدعم اقتصاديتنا. ثانيا علينا أن نوفر تمويلا لمواجهة الظواهر المناخية غير المواتية وقد تلقينا وعودا بملايين الدولارات لكننا لم نرى حتى الآن هذه الوعود وقد تحققت. إذن ثالثا نود أن نرى طموحا وتكيفا مع تغيرات المناخ فمع تأثرنا ومع تزايد واشتداد وطأة تغير المناخ بات علينا أن نواجه هذا. رابعا أخيرا نأمل في وضع تدابير ملموسة موضع التنفيذ بصورة نهائية
بحيث نستطيع أن نمضي قدما نحو تحقيق أهداف الحفاظ على البيئة، ودون هذه الشروط ودون تحقق اي الشروط ودون تحقق هذه الشروط الاربعه مجتمعه، فان اي اتفاق نتوصل اليه يظل قاصرا عن الوفاء بالتعهدات التي قطعناها عن انفسنا. هذا وإلا فإننا جميعا لن نستطيع أن نحقق أمل زميلتنا إليزابيث هوتا، تلك الزميلة الشابة التي تحدثت إلينا في بداية المؤتمر. إن تغير المناخ والعلوم الطبيعية وكلها تؤكد الحاجة إلى تعزيز قدرة أفريقيا على مواجهة الأضرار التي قد تلحق بها بالدول الأفريقية من جراء تغير المناخ. وكما قال البعض، فإنه دون مواجهة شاملة جامعة مانعة لكل هذه الظواهر، فإننا نظل قاصرين ونظل عاجزين عن مواجهة هذه الظواهر الضارة التي يمثلها التغير المناخي. And US dollars 580 billion. حوالي 200 مليون دولار مطلوب توفيرها لمواجهة التغير المناخي. إن كثيرا من الدول في أفريقيا تواجه أزمات شديدة القسامة وشديدة الحدة لمواجهة هذا التغير، تمثلت في موجات الجفاف والفيضانات. مرة أخرى كل ما اتفقنا عليه أو كل ما تم التوصل إليه لم يتم الموافقة عليه ولم يتم تبنيه. علينا أن نتعامل مع الحاجات الفعلية والمشكلات الفعلية لدول أفريقيا. في ختام كلمتي أيها السيدات والسادة، دعونا أقتبس مقاله الزعيم الكيني مايكل شوغر، وأن كما قال في اقتباسه أن قدرات البشرية تظل غير محدودة، فنستطيع نحن البشر أن نحقق ما نصبو إليه، ولكن ما نحتاج إليه الآن هو أن ندرك أن الوقت يداهمنا، وأن علينا وأننا بحاجة إلى التزام سياسي لا يتزعزع نحو تحقيق هذه الأهداف. شكرا لكم لحسن إصغائكم لي. شكرا صاحب المعالي.